حاجة بس، لو احنا عملنا لو الاكس اكبر من الروت. طيب لو الاكس اصغر من الروت، لو انا دلوقتي اديته 3 اد روت واديته 3 فيها ليفت وروت ورايت واديته الاكس، تمام؟ المفروض هيرجع لي 3. لو الاكس بقى اصغر من الروت، مين اللي هيتغير عندي؟ هنده اد روت هديها الليفت، ما انا الليفت هو لا، مين اللي هيتغير عندي؟ الليفت. الليفت هديله، هنده اد روت تاني هديها الليفت وهديها الاكس، واشوف بقى الليفت ده في مين اكبر وفي مين اصغر. يعني هيرجع لي 3 فيها L1 وفيها X و L2، ماشي؟ ال L1 دي اللي أصغر من ال X وال L2 اللي أكبر من ال X. فال 3 بقى ال total خالص هتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن X في النص، تمام؟ على يمينها هيتحط مين؟ الروت القديم بال ايه؟ بالرايت بتاعه. الرايت بتاعه متغيرش، يعني احنا هنا مضيفنا 2، حطينا الخمسة والتمانية، الخمسة والتمانية وزي ما هما متغيروش، ما كانش فيه ستة ساعتها، ماشي؟ فحطينا خمسة وتمانية متغيروش، فعلى يمينها هيتحط مين؟ هيتحط 3 فيها الروت القديم والرايت القديم، سوري، تمانية هيتحط الروت القديم والرايت القديم. طب ايه اللي ممكن يختلف؟ احنا هنا كان في تلاتة، التلاتة اتحطت هنا، يعني الليفت الجديد بتاعها ممكن يبقى حاجة كانت موجودة هنا موجودة على الشمال، فهنحط ليفت. ليفت الأرقام اللي أكبر من الاتنين، ايه اللي أكبر من الاتنين؟ ليفت تو. مش احنا هنا رجعنا L2 L1، ال L2 دي اللي أكبر من الإكس وال L1 اللي أصغر من الإكس، فال L2 اللي أكبر من الإكس تتحط على شمال الروت القديم، لأن هي أوريدي أصغر منه عشان هي كانت على شماله، تمام؟ على اليمين بقى هيتحط إيه؟ كل اللي أصغر من الإكس دي اللي هي L1، بس كده.